بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل النهاردة الكلام اللي احنا بدأناه في الاسقاط المساعد. احنا بدأنا في المحاضرة اللي فاتت نتكلم على الابليكيشنز او التطبيقات بتاع الاسقاط المساعد. خدنا اقصر بعد ايجاد الشورتست ديستانس او اقصر بعد من خطين متخالفين، ايجاد الزاوية الزوجية او الديهيدرال انجل between two planes، بين مثلثين او مستويين. خدنا بعد نقطة عن خط، البعد العمودي، normal distance between a point and a straight line. تعالوا بقى نبدأ نتكلم عن بعد نقطة عن مستوى. لو انا الراجل مديني ثلاث نقط بيكونوا مثلث او مستوى ممتد من جميع الجهات الى ما لا نهاية، دول ثلاث نقط جواه، وداني نقطة اسمها M، وعايزين نجيب بعد النقطة M عن المستوى بتاع المثلث اللي هو البعد العمودي. فالراجل بيقول لك given a triangle APC and a point M, find the distance between the triangle APC والpoint M. ازاي اجيب بعد نقطة عن مستوى؟ واحنا بنشرح النظري بتاع الاسقاط المساعد قلت لك ان اول ما تسمع كلمة distance from the plane، البعد عن المستوى، جري يتحول المستوى ده باستخدام الاسقاط المساعد الى خط اللي هو الedge view. لما تحول المستوى الى خط يعني تجيبه بمنظر جانبي، منظر حافي، يبقى كأنك بتبص على المثلث ده من الحافة بتاعته، فتشوف المثلث او المستوى ده خط، فتقدر تقيس بعد اي حاجة عنه، مش كده؟ طب تمام، احنا بنحول المستوى الخط ازاي؟ بترسم اكس واحد تلاتة عمودي على الاتش رو، او ترسم اكس اتنين اربعة عمودي على الفي رو، وتسقط نقطة، اي نقطة من النقط اللي وقع جوه المستوى، فيتحول المستوى الى خط. او لو عندك ثلاث نقط زي دول هتسقطهم التلاتة، هيطلعوا تلاتة على استقامة واحدة. شفنا الكلام ده قبل كده في المحاضرة اللي فاتت. افتكر معايا كده، انا كنت برسم اكس واحد تلاتة عمودي على اتش رو. طب هو المثلث ده اللي هو مديهولي هنا في المسألة الكيس بتاعتنا دي، الراجل مش مديني الاتش رو والفي رو اصلا، يعني انا ما عنديش التريسس ده المستوى ده، هو مديني مثلث بس كده، يعني مستوى معطى بثلاث نقط. طب ارسم اكس واحد تلاتة فين؟ ولا ارسمه عمودي على ايه؟ هو اكس واحد تلاتة لازم يكون عمودي على الاصر. افكرك كده برضو باللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، اهو لما كان المستوى عندك اهو، وعندي هنا مثلث واقع جوه المستوى، انا هنا كان مديني المثلث، والمثلث واقع جوه المستوى مديني الفي رو والاتش رو. في المساله اللي احنا هنحلها دلوقتي هو ما ادانيش الفي رو وما ادانيش الاتش رو، مديني المسقطين بتوع المثلث دول بس. طب اكس واحد تلاتة ده احنا مفروض بنرسمه عمودي على الاثر اتش رو، طب ما هو مش عندي في المساله اللي انا هنحلها حالا، الاتش رو ده مش عندي، طب ارسم اكس واحد تلاتة ده فين عشان يطلع عمودي على الاثر، وبالتالي يتحول هذا المثلث الى خط. احنا بعد كده كنا بنسقط الثلاث نقط بتوع المثلث دول، لو تفتكر طلعوا ثلاث نقط اهم، ال 3 وام 3 وان 3، نيجي نوصلهم يطلع هو ده الخط رو 3، وقلنا لما بنمده كده بيطلع بيتقاطع مع اتش رو في نفس النقطه على محور الاكس 1 3. طب الخط ده نجيبه ازاي؟ اللي هو مسقط المثلث اللي هو هيطلع مسقطه هنا خط اللي هو رو 3. انا عايز اجيب رو 3 ده بيكون من غير ما يكون اتش رو عندي. اقول لك حاجه، اي نقطة من الثلاث نقط L و M و N دول لما كنا بنجيبهم في الباي واحد، مش كنا بنرسم من M 2 دي موازي، عمود موازي، الكلام ده اللي شرحناه المرة اللي فاتت. طب هو الخط الافقي ده، الخط الهوريزونتال اللي بيمر ب M 2 ده، لو انا كملته كده هيعمل ايه في المثلث؟ هيقطع الضلع L N ده في نقطة. لو انا اعتبرت ان الخط ده خط هوريزونتال سميته H 2، قطع المثلث هنا في نقطتين، النقطة M وفي نقطة تانية هنا كده سميها K2 مثلا، ونزلت تحت اجيب K1، هتطلع K1 هي النقطة اللي تحت دي. يعني ايه؟
يعني لو الخط الافقي ده هو اتش 2، ده خط هوريزونتال يقع داخل المستوى رو، لما بتاخده سعادتك موازي عمود موازي، الخط اللي تحت ده هو اتش 1. اتش 2 هنا يمثل ام 2 كي 2، كي 2 اللي هي تقاطع اتش 2 مع الخط ال ان اسميها كي 2. لو نزلت تحت كده تجيب كي 1، هتلاقي اتش 1 هو ام 1 كي 1. الخط اتش 1 ده بيعمل ايه في الاثر؟ بيوازيه. فلما سعادتك رسمت اكس 1 3 عمودي على اتش رو، يبقى اكنه عمودي على مين؟ على اي خط بيوازيه، يعني عمودي على الخط اتش 1 اللي احنا هنجيبه هنا ده، صح؟ يبقى انا ممكن ارسم اكس 1 3 عمودي على الاثر او عمودي على اي خط بيوازي الاثر، يعني بيحقق قاعده موازي عمود موازي. اقدر ارسمه هنا اكس 1 3 عمودي على الخط ده كده اللي هو نسميه اتش 1، فيبقى اكنه بالظبط عمودي على مين؟ على اتش رو. تمام؟ يبقى انا لو في مساله الراجل مديني في رو اتش رو، برسم اكس 1 3 عمودي على اتش رو، عمودي على الاثر. طب الاثر مش عندي، عندي مثلث ثلاث نقط، ارسم خط هوريزونتال فوق هنا هيقطع لك المثلث، ممكن ارسمه فوق في اي حته، ممكن ارسمه من هنا كده يقطع لك ضلعين من اضلاع المثلث في نقطتين، هتنزل النقطتين دول تحت وتوصلهم ببعض هيطلع الخط اللي تحت بيوازي الاثر. ارسم اكس 1 3 عمودي عليه اكنه عمودي على الاثر بالظبط، فهتبص تلاقي لما تسقط ال 3 وام 3 وان 3 وتوصله ما يطلع رو 3 اللي انت عايز تجيبه من غير اتش رو ما يكون موجود عندك اساسا. نرجع تاني كده بقى، نرجع تاني لو انا اديتك اهو مثلث واديتك النقطة ام وقلت لك انا عايز اجيب بعد النقطة ام عن مستوى المثلث، قلنا البعد بين اي حاجة وبين المستوى، البعد عن المستوى لا يمكن قياسه، ما اقدرش اقيس البعد عن المستوى الا بعد ما احول هذا المستوى الى خط باستخدام الاسقاط المساعد، اجيب الايدج فيو بتاعه. هتقول لي طيب ارسم اكس 1 3 قلنا عمودي على ايه؟ هتقول لي عمودي على الاثر، او اكس 2 4 عمودي على الاثر في رو، برسم اكس 1 3 عمودي على الاتش رو او اكس 2 4 عمودي على الفي رو. طب اجيب ده او ده ازاي؟ هتقول لي تعالى في المسقط اللي في الباي 2 ده وخد لي اي خط هوريزونتال كده اهو، رسم خط هوريزونتال سماه اتش 2. الخط اتش 2 ده هو خده هنا بيمر بمين؟ ب 2 مش كده؟ ليه؟ عشان لما اخده بيمر ب 2 هيروح يقطع لي الضلع ب 2 سي 2 في نقطه، اقدر اسميها مثلا كي 2 او ما اسميهاش مش مهم. انزل بالنقطه دي خط تناظر راسي، هتنزلها فين؟ طبعا على بي 1 سي 1، ما هي طالما النقطه دي لو سميناها كي 2 وقع على بي 2 سي 2، يبقى لما تنزل تحت هنا تنزل على بي 1 سي 1، اجيب النقطه كي 1 واروح موصل النقطه كي 1 دي بمين؟ طبعا ب اي 1. يبقى الخط ده 2 كي 2، انزل اجيب كي 1 تحت واوصل كي 1 اي 1، الكي 1 اي 1 ده اقدر اسميه اتش 1. الاتش 1 ده بيبقى ترو لينس وبيبقى بيوازي الاثر، ده خط هوريزونتال يقع داخل المستوى، يعني بيحقق قاعده موازي عمود موازي. يعني لو انا مديك الفي رو والاتش رو عاملين 7 كده، هتلاقي الخط ده بيحقق قاعده موازي عمود موازي جوه المستوى. فانا برسم خط هوريزونتال في الباي 2 يقطع المثلث في نقطتين، الخط ده يفضل ناخده بيمر باحد الرؤوس. ليه؟ عشان بدل ما تقطع المثلث في نقطتين، ما انا لو خدت اتش 2 ده فوق شويه كده هيقطع الضلع اي سي في نقطه والضلع بي سي في نقطه، خط افقي يقطع الضلعين في نقطتين انزلهم تحت واوصلهم ببعض يطلع موازي للخط ده برضو. طب هل ينفع اخد اتش 2 ده من عندي سي 2؟ لا مش هينفع. ليه؟ مش هيقطع الضلع تاني، هو هيمر بنقطه سي 2 بس مش هيقطع ضلع في المثلث. اقدر اخده يمر ب 2؟ ما ينفعش، مش هيقطع انا عايزه يقطع المثلث في نقطتين، فخدته بيمر باحد الرؤوس اللي هي اي 2 بحيث انه يقطع لي الضلع ب 2 سي 2 في نقطه، خط افقي. النقطه دي انزلها تحت على بي 1 سي 1 واوصلها ب اي 1، يبقى انا جبت خط هوريزونتال اتش 2 ونزلت تحت جبت الخط الافقي اتش 1 اللي هو بيبقى ترو لينس وبيبقى موازي للاتش رو. مد بقى الخط ده شويه كده، مد شويه كده وارسم اكس 1 3 عمودي عليه. مد الخط اتش 1 ده اللي هو بيبقى ترو لينز شويه كده وارسم عمودي عليه. هتقول لي طب انت بعدت العمود ليه؟ ليه ما رسمتوش قريب كده؟ هقول لك خليته يعدي النقطه ام، ما
ما اصل انا هسقط الثلاث نقط A و B و C وهسقط النقطة M في الإسقاط المساعد، فمش عايز اكس واحد تلاتة يبقى قبل النقطة M عشان ما تلخبطش. بس لا، خلي مد الخط اتش واحد شويه، بعيده شويه كده، وارسم اكس واحد تلاتة، اهم حاجه يبقى بعد كل النقط بتاعتك، بعد الاي والبي والسي وبعد النقطه ام كمان. حلو، نسقط بقى النقط. يبقى انا كده اكس واحد تلاتة ده عمودي على اتش واحد، يعني عمودي على الاتش رو. ما هو الاتش واحد ده بيحقق قاعده موازي، عمود موازي، فهو موازي للاثر. اتش واحد بيوازي اتش رو. تعالى نسقط الثلاث نقط A وB وC ونشوف ايه اللي هيحصل لما ارسم عمود من A1 على X1 3، هو مرسوم اصلا، وعمود من C1 وعمود من B1، كل دي عواميد على X1 3. وبعدين اخد الزدات، الزد بتاع البي 2 الصغيره دي اهي، اروح حاططها هنا، جيب البي 3، الزد بتاع السي 2 الحته دي، الزد بتاع السي 2 بالبرجل احطها هنا، اجيب سي 3، الزد بتاع الـ A2 اللي هي متوسطة ما بينهم احطها هنا، اجيب A3. تيجي توصل B3 A3 C3 يطلعوا على استقامة واحدة، لازم يطلعوا على استقامة واحدة، ده الخط اللي احنا بنسميه رو 3، مسقط المستوى بتاع المثلث اللي هو مستوى رو في باي 3، بنسميه رو 3. طب النقطة M اسقطها برضو، هترسم عمود من M1 اهو، خط تناظر عمود على X1 3 طبعا، من M1 عمود، وتاخد الزد بتاع ال M2 وتقيسه هنا، يبقى جبت M3. فين بقى بعد النقطة M عن المستوى؟ طالما المستوى هنا تحول إلى خط اللي هو الـ Edge View، قيس البعد عنه زي ما أنت عايز. تعالى من النقطة M3 ارسم منها عمود، هو هنا رسم لك خط كده بيوازي ده عشان يقول لك المسافة دي اللي هي المسافة العمودية، او انت ممكن من M3 ترسم عمود على طول، من M3 ارسم عمود على الخط A3B3C3 ده وقيس طوله، دي اسمها الديستانس، النورمال ديستانس، البعد العمودي بين النقطة M وبين المثلث او المستوى بتاع المثلث ABC. يبقى انا كده جبت بعد نقطة عن مستوى. في مسألة زي دي كده في الشيت، بس الراجل بدل ما يديني M1 وM2، بدل ما يديني M1 وM2 قال لي أنا هدي لك M2 بس، وأدي لك المثلث ABC بالظبط زي ده، A1 B1 C1 2 B2 C2، ويقول لك هات لي أنت M1، هات أنت M1، بحيث يبقى بعد النقطة M عن المثلث 2 سنتي. نعمل ايه؟ انا عايزك تحلها انت المسألة دي، مسألة عندك في الشيت. لو عندي مثلث جيفن ABC وعندي النقطة M بس ناقصة مسقط، يعني يا مديك M1 ويقولك هات M2، يا يديك M2 ويقولك هات M1، بحيث تكون النقطة M بعدها عن المثلث او عن مستوى المثلث 2 سنتي. يعني بيجيبها لك بالعكس، انت كنت هنا عندك النقطة فاسقطت النقطة هنا اسقاط مساعد، جبت النقطة M3 وبتقيس بعدها عن المستوى، مش كده؟ طب لو انا اديتك انا البعد عن المستوى ده تعمل بيه ايه؟ لو انا قلت لك ان الديستانس بين النقطة M وبين المثلث 2 سنتي، هتروح عامل ايه؟ عامل لوكس للنقطة M، لوكس، تجيب اللوكس ده، الخط ده كده، عشان كده احنا راسمين الخط ده عشان تعرف ان ده كده بيمثل لوكس لام، يبعد عن المستوى اللي هو الخط ده المسافه دي، مش كده ولا ايه؟ فانا دلوقتي بمنتهى البساطه انا طبعا هرسم من A2 خط هوريزونتال H2 يقطع هنا في نقطه K2، انزل على B1 C1 اجيب K1 واوصل K1 A1 واروح راسم X1 3 عمودي على الخط H1 ده، واسقط التلات نقط اجيب A3 وB3 وC3 هيطلعوا غصب عنك على استقامه واحده. هتبعد عنه بقى 2 سنتي وتروح راسم الخط ده، يبقى انت رسمت خط بيوازي المستوى ويبعد عنه 2 سنتي، الخط ده يبقى لوكس لام 3، الخط ده كده ده هو الموازي للمثلث هيبقى لوكس لام 3. طب تجيب ام 3 ازاي بقى؟ شوف هو مديك هنا بقى مين، لو مديك ام 1 وبيقولك هات ام 2، هتعمل ايه بام 1؟ هتروح راسم من ام 1 عمود على الاكس 1 3 اهو، زي ما انت عملت كده، هتروح راسم من، زي ما بتعمل اسقاط مساعد لنقطه بتروح راسم من ام 1 عمود كده، العمود على الاكس ده بيبقى لوكس لام 3، هيروح قاطع لك اللوكس ده اهو
اللي هو الخط ده في النقطة ام تلاتة. كده بقى عندك ام واحد وام تلاتة. تجيب ام اتنين ازاي؟ هتروح راسم من ام واحد خط التناظر ده، ما هو ام اتنين مش عندك، دي اللي انا عايزها تجيبها في المسألة. هتروح راسم من ام واحد خط تناظر كده، وتروح قايس الزد بتاع الام تلاتة دي، الحتة دي كده الزد بتاع الام تلاتة بالبرجل، تاخد دي بالبرجل وتروح جاي من عند الاكس هنا قايسها جايب ام اتنين. يبقى ميزة الاسقاط المساعد انه ينفع رايح جاي. يعني ايه؟ يعني لو عندك ام واحد وام اتنين تقدر تجيب ام تلاتة، ترسم من ام واحد عمود وتاخد الزد بتاع الام اتنين تحطها هناك. طب لو عندك ام واحد وام تلاتة تعرف تجيب ام اتنين؟ هي كأنك راجع بالمقلوب. يبقى هترسم من ام واحد خط تناظر هنا كده رأسي، وتاخد الزد بتاع الام تلاتة اللي هو بعد الام تلاتة عن محورها هو بعد الام اتنين عن محورها اللي هي الزد. فيبقى من ام واحد تقدر تجيب ام اتنين. هتقولي طب افرض هو اداني الديستانس دي 2 سنتي، فانا مشيت 2 سنتي ورسمت اللوكس ده، الخط ده كده لوكس لام، بس انا لسه مش عندي ام، واداني ام اتنين وبيقول لي هات انت ام واحد، اعمل ايه بالزد بتاع الام اتنين دي؟ هو دي ام اتنين مديها لك ومديك خط التناظر كده، بس ام واحد دي انا مخبي عليها كده بصباعي مش باين، ام واحد دي مش موجوده. تجيبها ازاي؟ هتقولي هو مش بعد ام اتنين عن محورها هو بعد ام تلاتة عن محورها. الزد بتاع الام اتنين هي نفس الزد بتاع الام تلاتة، هي اللي انا بقيسها هنا. طب لو الحتة دي مثلا تلاتة واربعة من عشر، لو الحتة دي كده تلاتة واربعة من عشر، اجيب ام تلاتة دي ازاي؟ تقول لي اجي على محور الاكس ده، الاكس واحد تلاتة ده، ارسم خط بيوازيه كده كده اهو زي ما انا بشاور كده، خط بيوازيه ويبعد عنه نفس الزد دي اللي هي تلاتة واربعة من عشر، فيبقى الخط ده لوكس لام 3 والخط ده لوكس لام 3 يتقطعوا في ام 3. تاني، انا مديك الزد دي موجوده مرسومه جاهزه، بس مش مديك ام 1 اشطب لك عليها كده مش موجوده، بقول لك هات انت ام 1 بحيث النقطه ام يكون بعدها عن المستوى بتاع المثلث 2 سنتي. فانت اول حاجه لازم تحول المستوى الاول الى خط اللي هو اي 3 ب 3 سي 3، تبعد عنه 2 سنتي وترسم الخط ده يبقى لوكس لام 3. تمام؟ بعدين لو انا مديك ام 2 هتقول لي الزد بتاع الام 2 دي كام؟ خدها بالبرجل كده او قيسها بالمسطره كده شوفها كام؟ طلعت 3 و4 من 10 مثلا على سبيل المثال، يعني 3 سنتي و4 من 10. طيب ما هو المفروض ام 3 تبعد عن محور الاكس ده نفس المسافه اللي هي 3 و4 من 10، فنعمل ايه؟ نروح راسمين خط بيوازي الاكس 1 3 ويبعد عنه 3 و4 من 10 يبقى لوكس لام 3. يقوم قاطع لي اللوكس ده اللي هو على بعد 2 سنتي من المستوى بتاع المثلث، اللوكس ده مع اللوكس ده يتقطعوا في ام 3. تروح عامل ايه من ام 3 بقى؟ راسم عمود على الاكس 1 3 اهو اللي هو خط التناظر ده، يقوم قاطع لك خط التناظر اللي نازل من فوق ده في ام 1. يبقى انت من ام 2 خدت الزد جبت بيها ام 3، وبعدين من ام 3 هترسم عمود على الاكس كده الاكس 1 3 ده عشان تجيب ام 1. ام 2 رسم راسي من ام 3 عمود على الاكس 1 3 هيتقطعوا في ام 1 طبعا. بس دي مساله عندك في الشيت مطلوب من سعادتك تحلها معايا. ممكن جدا بعد ما تحلها سعادتك تروح مصورها وبعت لي الصوره بتاعتها على الكلاس روم بتاعنا معايا. طيب ابلكيشن تاني برضو، ابلكيشن بسيط جدا جدا، المسافة بين مستويين. لغاية دلوقتي احنا ما بدأناش في الابلكيشنز الكبيرة، ده دي كلها تطبيقات مباشرة على النظري، يعني انت ما بتعملش اكتر من اللي احنا اتعلمناه مع بعض في النظري بتاع الاسقاط المساعد. في ابلكيشنز اكبر من كده بقى هنتكلم عنها في الشيت، اللي هي المسائل بقى 5 و15 و16 و17 مسائل، في مسائل كبيره شويه دي بقى اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، يمكن المحاضره دي ناخد منها جزء ونكمل المحاضره اللي بعد كده. ده برضو تطبيق مباشر جدا، لو انا اديتك مستويين وبقول لك قيس المسافه ما بينهم، قيس الديستانس فروم بتوين او الديستانس بتوين ذا تو بلينز، عايز المسافة بين المستويين الديستانس. طبعا ديستانس اقصد بيها النورمال ديستانس على طول، المسافة العمودية. دول مستويين متوازيين، دول مستويين متوازيين. طبعا انت هتاخد الكلام ده بالتفصيل في الشابتر اللي جاي اللي هو البوزيشن بروبلمز اللي هي مسائل الموضع، امتى المستويين يبقوا متوازيين، امتى المستويين يبقوا متقاطعين، وهكذا اللي هي الاوضاع بتاع الـ العوامل الهندسية بالنسبة لبعضها البعض. ده الشابتر الجاي ان شاء الله.
لكن طبعا واضح جدا ان اي مستويين متوازيين اثارهم هتبقى متوازيه اكيد. المستوى انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت برضو، لو عايز ارسم مستوى يوازي مستوى هيبقى اثارهم متوازي، يعني في سيجما يوازي في ايتا، وده في سيجما يوازي في ايتا، واتش سيجما يوازي اتش ايتا. واضح الكلام ده؟ الملحوظه بس هنا ان الراجل مديني في سيجما واتش سيجما على استقامه واحده عشان يلخبطك شويه. هو عادي جدا ممكن يديك الفي سيجما والاتش سيجما دول عاملين سبعه زي ما احنا متعودين، شكل المستوى يبقى عامل سبعه كده، وهي تلاقي الفي سيجما الفي ايتا والاتش ايتا عاملين سبعه زيها بالظبط، متوازي، الفي يوازي الفي والاتش يوازي الاتش، بس عشان يلخبطك شويه اداك الفي سيجما والاتش سيجما على استقامه واحده. هو ينفع؟ اه عادي جدا. هو ده كده مستوى في حاله خاصه؟ لا خالص، دي مش حاله خاصه من الحالات اللي احنا حافظينها، لا هي حاله تعامد ولا حاله توازي. امال امتى الفي سيجما والاتش سيجما كده يبقوا على استقامه واحده؟ مفيش فيها مشكله الحكايه دي؟ لا عادي جدا، مفيش فيها اي مشكله. الفي سيجما والاتش سيجما على استقامه واحده، ده معناه ان الزاويه، لو تفتكروا احنا بنمثل المستوى، الزاويه اللي تحت دي كنا بنسميها فاي، والزاويه اللي فوق دي كنا بنسميها ايه؟ ابساي. فهو مديك الزاويه فاي اللي هي زاويه الاتش سيجما مع المحور الاكس، الزاويه دي زاويه 60 مثلا، ومديك اللي فوق دي 120، اللي بصاي 120، فيطلع على استقامه واحده. بس ده مستوى عادي جدا في حاله عامه. طيب نحاول نجيب الديستانس بين المستويين دول ازاي؟ واحد يقول لي طب ما سهله، ما نرسم عمود عليهم كده الاثنين ونقيس طول، يبقى هو ده المسافه العموديه بين المستويين. اقول لك لا طبعا، احنا اتفقنا يا باشمهندس ان البعد عن المستوى، انت مش عايز تقيس بعد مستوى عن مستوى، البعد عن المستوى لا يمكن قياسه الا بعد تحويل المستوى الى خط باستخدام الاسقاط المساعد. يبقى انت لازم تحول هذا المستوى الى ايه؟ الى خط، وبعدين تقيس البعد بين المستويين اللي انت عايزه. فطبعا البعد بين المستويين دول هنجيبه باننا نحول واحد فيهم لخط. هو اللذيذ هنا ان هما متوازيين، فلو واحد فيهم اتحول لخط التاني هيتحول لخط برضه. ازاي يعني؟ هتقول لي انا برسم اكس واحد تلاتة عمودي على القصر، اهو هروح راسم اكس واحد تلاتة عمودي على اتش سيجما. طب ما هو العمودي على اتش سيجما هيبقى عمودي على اتش ايتا، ما هو متوازيين اصلا. وبعدين اخد اي نقطة جوه المستوى سيجما واعمل لها اسقاط مساعد. نقطة جوه المستوى سيجما اخدها ازاي؟ ممكن اختار اي نقطة هنا، اي نقطة، وارسم منها موازي عمود موازي. صحيح الموازي عمود موازي هنا يبقى شكله غريب شوية، لان الفي سيجما والاتش سيجما على استقامة واحدة. فلو لو انا خدت مثلا كي 2 مكان الماوس هنا في الحتة دي كده كي 2، ورسمت موازي عمود موازي للاثر، اهو هيبقى موازي عمود، ده موازي للاكس، وبعد كده عمود على الاكس، بعد كده موازي للاثر، وخط التناظر اجيب كي 1. او ممكن اخد نقطه اسمها كي 2 على الاثر على طول. لو خدت كي 2 على الفي سيجما انزل خط تناظر هتجيب كي 1 على محور الاكس. هي هنا الحته دي معموله كده على طول من غير اسماء، لان احنا خدنا حاجه زي دي في الترم الاولاني، ان لو انت في اي مستوى لو خدت كي 2 على في سيجما دي معناها ان النقطه دي تقع في الباي 2، يبقى الواي بتاعتها بصفر. فمن حقك تاخد نقطه اسمها كي 2 على الفي سيجما تنزل خط تناظر تجيب كي 1 على محور الاكس على طول، يبقى النقطه دي هي كي 1. اعمل لها اسقاط مساعد بقى كي 1 دي، هتقول لي هرسم منها عمود على الاكس واخد ايه من هنا؟ الزد بتاع الكي 2، الزد بتاع الكي 2، واقيسه هنا اجيب كي 3، واروح موصل النقطه كي 3 دي بمين؟ بالنقطه دي طبعا اللي هي تقاطع اتش سيجما مع الاكس. يطلع لي ده سيجما 3، يبقى المستوى سيجما اتحول هنا لايه؟ لخط. طيب وايتا 3 هيبقى بيوازيه، ما هو المستويين المتوازيين مساقطهم او اثارهم بتبقى متوازيه، اثارهم بتبقى متوازيه. فزي ما في ايتا بيوازي في سيجما، واتش ايتا بيوازي اتش سيجما، لو انت مديت اتش ايتا هنا لغايه الاكس وهتروح راسم ايتا 3 بيوازي سيجما 3 على طول. لو رسمت بقى عمود على الخطين دول وقست المسافه دي، هي دي النورمال ديستانس، البعد عن، لان ده الايدج فيو بتاع المستوى سيجما، ده الايدج فيو بتاع المستوى ايتا، والمسافه العموديه دي هي البعد بين المستويين. يعني اكنك حط ايديك كده فوق بعض موازيين لبعض كده، موازيين لبعض، وش ايدك في وش ايدك التانيه كده، خلاص
وحول واحد فيهم لخط، يعني بص عليه من الجنب، بص على ايد من ايديك من الجنب، يبقى انت هتشوف التاني من الجنب برضه، هتشايف المستوى ده خط والمستوى اللي بيوازيه خط، وبالتالي المسافة العمودية ما بينهم هو ده البعد العمودي بين المستويين. خلاص؟ طيب لو انت جيت على الخطين في سيجما وفي في ايتا دول ورسمت عمود عليهم كده، هيطلع البعد ده هو نفس البعد ده؟ لا لا لا، يمكن ده يطلع اطول شوية، مش هي دي خالص، مش نفس البعد. واضح الكلام ده؟ يبقى لا يمكن قياس البعد عن المستوى الا بعد تحويل المستوى الخط باستخدام الاسقاط المساعد. المساله اللي بعد كده بقى، دي مساله موجوده في الشيت، دي بقى دي بقى ده اكزامبل من الاكزامبلز الكبيره بقى، هنتكلم عنه بالتفصيل في الشيت. فتعال نبص على مسائل الشيت بقى، المساله رقم 5 دي عامل لك انا فيها برزنتيشن ظريف كده بقى يوضح لك المساله دي. مساله 5 عندك في الشيت من المسائل الكبيرة بقى اللي لازم تاخد لها ايه وقت شوية كده معانا. في المسألة 5 في الشيت عندك بيقول لك in the preparation، في عملية اعداد for constructing two tunnels tunnel يعني نفق، في عملية constructing، في عملية preparation in the preparation يعني الاعداد for constructing two tunnels لإنشاء نفقين، في عملية الإعداد لإنشاء نفقين the center line اللي هو المحور the center line of the first tunnel بتاع النفق الأولاني extends from بيمتد من a point نقطة الإكس بتاعتها إحداثياتها بصفر foot foot يعني آدم والواي بميت foot at a depth of 20 foot. الراجل بيحفر، عايز يحفر نفق تحت الارض، بيقول لك محور النفق الاول بيبدا من نقطه الاكس بتاعتها بصفر والواي بتاعتها 100 قدم 100 فوت وعلى عمق 20 فوت. يعني ايه عمق؟ يعني ايه عمق؟ طبعا عمق يعني عمق يعني اللي هو الزد، الزد بالسالب مش كده؟ لا، لما اقول لك النقطة على عمق 20 قدم يعني النقطة دي تحت سطح الارض بمقدار 20، يعني تحت الباي 1 بمقدار 20، يعني اقصد ان نقطة البداية الزد بتاعتها بكام؟ بسالب 20. لما اقول لك height يعني ارتفاع عن سطح الارض، لما اقول لك في عندي مبنى its height is 100 قدم مثلا، يعني فالهايت معناه ايه؟ ارتفاع عن سطح الارض يعني زد موجب. لما اقول لك ديبس نفق بيتحفر تحت الارض، فلو على عمق بيبدا على عمق 20 قدم يعني ايه عمق؟ يعني الزد بتاع نقطه البدايه بسالب 20. فانت على طول هتبدا تعمل ايه؟ تكتب احداثيات النقط، احداثيات نقطه البدايه بتاع النفق الاول، تروح كاتب كده. انت بتطلع معلومات المساله، انت بتصيغ المساله اللي انت شايفها قدامك او المشكلة العلمية اللي انت بتحلها كصيغة رياضية انت هتتعامل معاها كمسألة اسقاط عادية خالص، مش كده؟ فهي ابليكيشن، انت هي شطارتك بقى ازاي تربط بين الابليكيشن العملي اللي انت عايز تطبقه في الحياة العملية وبين النظر اللي انت درسه طول ال5 سنين بتوعك. فالراجل دلوقتي بيقول لي النفق الاولاني نقطة بدايته، فبكتب كده المعلومات انا لنفسي، الفيرست تانل بتبدأ، هو بيقول لك extend from يعني يمتد من النقطة اللي الاكس بتاعتها، انا هسمي النقطة دي ايه؟ نقطة البداية الاكس بتاعتها بصفر والواي بمية 100 قدم والعمق 20 يعني الزد سالب 20. طيب to a point يبقى النفق الاولاني محور النفق بيمتد من النقطة ايه؟ to a point هسميها انا بي، الاكس بتاعتها ب50 والواي بتاعتها بصفر at a depth of 60 على عمق 60، يبقى الزد بتاعت النقطة دي التانية دي كام؟ سالب 60. ده النفق الأولاني. طيب the center line of the second tunnel، المحور بتاع second tunnel النفق التاني extends from يعني يمتد من a point هسميها C، أنا هكتب second tunnel بياناته إيه النفق التاني؟ بيمتد من نقطة هسميها C احداثياتها ايه؟ بيقول لك الاكس بصفر والواي بصفر، ماشي، فتحت قوسين كتبت الاكس بصفر والواي بصفر، طب والزد ما قالوش، ما قالش على عمق كام.
بيقول لي تو ا بوينت الى نقطه، الاكس بتاعتها فسميت النقطه دي نقطه اسمها دي، الاكس بتاعتها ب 50 والواي بتاعتها ب 100 at a constant depth of 10 foot. يعني ايه constant depth؟ على عمق ثابت. يبقى النفق الثاني ماشي تحت الارض على عمق ثابت. يعني ايه عمق ثابت؟ يعني الزد بتاع نقطة البداية والزد بتاع نقطة النهاية هيبقوا زي بعض. يبقى النفق الثاني ماشي تحت الارض at a constant depth of 10 foot. يعني ايه constant depth of 10 foot؟ يعني على عمق ثابت مقداره 10 قدم اللي هو سالب 10. يبقى الزد بتاع نقطة البداية سالب 10 والزد بتاع نقطة النهاية سالب 10. خلي بالك النفق التاني ده يعتبر في حالة خاصة، يعتبر هوريزونتال مش كده ولا لا؟ هوريزونتال يعني بيوازي باي واحد بس هو تحت الارض، فالزد بتاعته بالسالب. طب حلو، ايه المطلوب بقى؟ حضرتك عايز مني ايه؟ اول حاجة بيقول لي ريبريزنت ذا تانل سنتر لاينز ان مونج بروجيكشن. رجعني بقى مسألة الاسقاط تاني. مثل المحاور دول اربع نقط A B و C D، خط A B وخط C D يديك المحاور بتاع النفقية. فأول حاجة بيقول لي مثل التانل سنتر لاينز اللي هي المحاور بتاع الأنفاق دي ان مونجس بروجيكشن، في اسقاط مونج. حلو، ده كلام فاضي عامله عادي. تاني حاجة بيقول لي ايه؟ فايند the largest equal diameters that the tunnels may have. تاني find اوجد the largest equal diameters. equal diameters يعني اقطار متساوية. the largest يعني اكبر، اكبر اقطار متساوي. that the tunnels اللي النفقين may have ممكن يحصلوا عليها. if they have a clearance لو عندهم كليرانس، كليرانس يعني مسافة بينية، مسافة بين حاجتين بنسميها كليرانس. المسافة اللي بين النفقين بنقول عليها كليرانس. المسافة بين مثلا ظهر التلاجة اللي عندك في البيت والحيطة اللي وراها بيسموها كليرانس. المسافة بين اي لوحين مثلا لوحين تبريد ولا لوحين بتوع الالكترودز مثلا بتوع طاقة كهربية بين الموجب والسالب، المسافة بين اي قطبين موجب وسالب المسافة اللي بينهم بنسميها كليرانس. فاي مسافة او بعد بين حاجتين بتقال عليها كليرانس، ده تعبير هندسي. كليرانس بنقول عليها بالعربي السماحية، السماحية. فالمسموح بالمسافة بين النفقين دول لازم تكون المسافة ما بينهم 10 قدم. take a scale 1 سنتي for 10 feet. بيقول لك خد مقياس رسم 1 سنتي for 10 feet. استنى، الابعاد اللي هو مديهاني هنا لاحداثيات النقط اللي انا جايبها دي كلها ابعاد بالقدم بالفوت مش كده؟ انت عارف يعني ايه القدم؟ في حاجة اسمها القدم والبوصة، اللي هو القدم والبوصة، البوصة اللي هي الانش مش كده، اللي هي 2.54 سنتي. البوصة 2.54 سنتي، والقدم 30 ونص تقريبا سنتي، 30 سنتي ونص. خلاص، ايا كان بقى مش وقت دلوقتي هتدرس الكلام ده، هتحفظه وصم بعدين مش شغلنا. لكن دلوقتي انا بقول لك خد 1 سنتي لكل 10 فيت. 1 سنتي يعني سكيل، يعني ايه بقى سكيل 1 ل 10؟ ده شغلنا، ده شغلنا احنا بتوع الرسم. بيقول لك سكيل 1 الى 10، يعني 1 على 10. كلمة سكيل 1 سنتي الى 10 قدم، يعني كل 1 سنتي على الرسمة يمثل 10 قدم. 1 فور 10، 1 الى 10 يعني 1 على 10، يعني تضرب الابعاد كلها في 1 على 10. يبقى الابعاد دي لازم تتكتب تاني، لان انت مش هتروح تمثل ده 100 قدم، 100 قدم دي مسافة كبيرة جدا، انت بتاخدها سكيل. فالسكيل كلمة 1 ل 10 دي يعني 1 على 10، يبقى اضرب كل الابعاد دي في 1 على 10 مش كده؟ فانا هكتب taking a scale 1 الى 10 اهو، هرجع اكتب الاحداثيات بتاع الانفاق دي تاني بس بالسنتي بقى عشان اعرف ارسمها عندي في الورقة بتاعتي. فبيقول لي الفيرست تانل هكتب الاحداثيات، هقسم ده على 10 يبقى 0، وده يبقى 10 وده يبقى سالب 2، هنا هيبقى 5 و0 وسالب 6، هنا هيبقى 0 و0 ودي سالب 1، هقسم على سالب 10، انا بضرب في 1 على 10. فسالب 10 دي لما اضرب في 1 على 10 تطلع سالب 1، وبعدين النقطة دي تبقى 5 و10 وسالب 1.
مش كده ولا ايه؟ ممكن اروح دلوقتي امثل الايه؟ السنتر لاينز بتاع النفقين، امثل السنتر لاينز بتاع النفقين، وبعدين نقول بقى اللارجست ايكوال دايمتر دي هتيجي ازاي؟ انا بس هشرحها لك كده فكره المساله الاول، وبعدين نروح ننفذها بقى في اسقاط مونج. فكره المساله ايه؟ او انت لو عرفت تجيب السنتر لاين، انا اعتبر ان انا باصص على النفقين دول من الجنب اهو، ده نفق عباره عن دايره كده، وده نفق عباره عن دايره اهو، وبيقول لك الراجل كان بيقول لك اللارجست ايكوال دايمترز، يبقى الاقطار بتاعتهم متساوي. لو انا جبت المركز بتاع النفق او السنتر لاين بتاع النفق ده من الجنب كده، انا شايفه نقطه اهو، والسنتر لاين بتاع النفق التاني اهو، المسافه دي هي المسافه اللي هو اقصر بعد، اقصر بعد بين النفقين. معايا المسافه بين السنتر لاين ده وبين السنتر لاين ده هو اقصر بعد بين الخطين المتخالفين، اللي هو السنتر لاينز دول هيطلعوا خطين اي بي وسي دي، دول خطين متخالفين، هنجيب احنا اقصر بعد ما بينهم اللي هو البعد العمودي، وبعدين البعد بين ده بين النفق السنتر لاين ده والسنتر لاين ده يمثل ايه؟ يمثل نص القطر بتاع النفق الريدياس اللي هو نص قطر النفق اللي فوق، زائد نص قطر النفق اللي تحت، زائد المسافة اللي بين النفقين اللي احنا بنسميها الكليرانس. هو الراجل بيقول لك الكليرانس هنا، يعني ايه الكليرانس؟ يعني المسافة اللي بتاع التربة اللي مسموح بيها بين النفقين، التربة اللي مسموح بيها بين النفقين تبقى 10 قدم، اللي هي الكليرانس بنقول عليها المسافة البينية. ليه يا باشمهندسين بقى؟ ليه بيشترط ان لما يبقى في نفقين معديين من فوق بعض، مثلا نفق عربيات ونفق مترو، يبقى التربه اللي بينهم الطين او الصخر ايا كانت التربه اللي انت بتحفر فيها، لازم يبقى لها بالحسابات مسافه محدده ما تقلش عنها. ليه لازم اسيب بين نفق المترو ونفق عربيات معدي من تحتيه مسافه بينيه 10 قدم؟ 10 قدم دي يعني مثلا حوالي 3 متر وشويه، 3 متر يعني دور، اكنها دور في 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 شقه يعني من الارض للسقف. ليه لازم اسيب مسافه كبيره كده وممكن تبقى اكبر من كده وممكن تبقى اقل من كده حسب نوع التربه؟ بيحسبوها الناس بتوع الهندسه المدنيه حسب نوع التربه، يقول لك التربه دي بتشيل ضغط قد ايه، والمترو اللي معدي فوق في النفق اللي فوق ده وزنه بالركاب اللي فيه لو في بضاعه ولو في اي حاجه هتعدي فوق اقصى وزن ممكن يبقى كام، والتربه دي بتشيل وزن قد ايه، بيعملوا لها اختبارات للتربه تشوف تشيل ضغط ووزن قد ايه، وبالتالي بيحملوا حساباتهم هم الناس بتوع مدني، ويقول لي في الاخر ان التربه دي بتشيل ضغط كذا، يبقى انا عايزك تسيب لي بين النفقين دول 10 قدم بس. اجي انا الراجل بتاع الاسقاط بقى اقول له استنى، هو انا لو جبت السنتر لاين بتاع النفق الاولاني والسنتر لاين بتاع النفق الثاني وجبت لك اقصر مسافه ما بينهم، اقصر مسافه اللي هو المسافه العموديه، اصل في حتت النفقين هيبقوا بعاد عن بعض خالص، اصلا بعيد خالص، النفق ده ماشي في اتجاه وده ماشي في اتجاه، لكن اقصر مسافه اللي هي المسافه العموديه ما بينهم اللي هيبقى تبقى اقصر بعد بين النفقين، لو شلت منه الكليرانس ال10 قدم اللي انت سامح لي بيها، اللي باقي هقسمه على اتنين، يديني الراديوس ده والراديوس ده، مش كده ولا لا؟ ما هو اصل انا لما اشيل الكليرانس يبقى اللي باقي هيبقى ار واحد زائد ار اتنين، مش كده؟ لو هم قد بعض يبقى اكنهم اتنين ار، فانا هقسم على اتنين اجيب الراديوس بكام؟ اللي هو الراديوس ار. طب لو انا عايز النفقين مش قد بعض، لو عايز نفق المترو يبقى كبير ونفق عادي، المهم ان ار واحد زائد ار اتنين يطلعوا المسافة اللي باقية، يبقى انت هتجيب اقصر بعد بين السنتر لاينز، تشيل منه الكليرانس اللي هي العشرة فوت، اللي باقي بقى انت حر فيه، تقسمه على اتنين، ده يبقى اكبر اكبر نص قطر للنفق اللي انت ممكن تصمم بيه النفق. يعني ما ينفعش تكبر عنه، لا ما ينفعش، ليه؟ لو كبرت الراديوس عن الرقم اللي انت هتطلعه ده يبقى الكليرانس هتقل، يبقى في خطوره ان المترو وهو معدي فوق يضغط على التربه فيكسر لك النفق اللي تحت، تبقى مصيبه. فبيتعمل حسابات معقده عشان نقدر نحدد الكليرانس دي ما تزيدش عن كذا او ما تقلش عن كذا، الكليرانس ما تقلش عن 10 قدم. طب لو زودتها، لو خليتها 11 خير وبركه، 12 خير وبركه، بس ما تاثرش على التصميم برضه عشان النفق ما يبقاش ضيق، تيجي عربيه عاليه شويه تعدي تتحشر، مش كده ولا ايه؟ فانا ده انا عايز اوايم الامور بحيث ان الكليرنس ما قلش عن الكليرنس المسموح بيها،
بس برضه ما قل... ممكن ازودها بس هقلل في الاقطار بتاع الانفاق، وبالتالي النفق ممكن يبقى صغير يعمل لي مشاكل، ما اقدرش اعدي فيه عربيات عاليه او عربيات نقل مثلا ولا حاجه. تمام. يبقى انا دلوقتي في مرحله الديزاين لتصميم اي نافقين معديين تحت الارض، لازم اعمل اللي انا هعمله دلوقتي. اول حاجه هعمل ايه؟ همثل بدايه النفق الاول ونهايته، بدايه النفق الثاني ونهايته، دول خطين متخالفين في الفراغ. فانا هبدا بقى اروح ارسم محور اكس ومحور زد وهبدا امثل. هتقولي طب هو مديني ليه محور الاكس فوق كده؟ مش كده الرسمه هتطلع بره؟ هقول لك لا، اصل النقط اللي احنا بنعملها هنمثلها دلوقتي كل الزد بتاعتها بالسالب، مش كده؟ عشان انفاق دي تحت الارض، فكل الزدات بتاعتها بالسالب، فمفيش اي زد هتطلع فوق خالص. فلما امثل النقط كده، النقطه الاولانيه بقى ليها ايه؟ صفر و10 وسالب 2، مالكش دعوه بالارقام اللي فوق دي بقى خالص. مثل هنا دي بالفوت، انا بمثل الارقام اللي بالسنتي. فهتقولي الاكس بصفر، همشي اكس صفر وارسم خط التناظر. يبقى فين خط التناظر؟ هو محور الزد. هقيس عليه الواي بكام؟ ب10 قدم. الواي ب10 سنتي. شوف اوعى انا هتلخبط اهو. انا بشتغل تحت بالارقام دي بالسنتي، الارقام اللي فوق دي بالقدم، ماليش دعوه بيها خالص. فانا قست الاكس بصفر وهرسم خط تناظر راسي، هقيس الواي بكام؟ ب10 سنتي. يبقى هاجي هنا اقيس الواي 10 سنتي، دي 10 سنتي بالظبط، هجيب الاي 1. خلاص 10 سنتي هجيب اي 1، واي موجبه، الواي بموجب 10. طب والزد بسالب 2، الزد بالسالب تبقى فوق ولا لتحت؟ لتحت طبعا. يبقى هاجي من عند الاوريجين هنا واقيس الزد بسالب 2، اقيس الاي 2، اجيب الاي 2. يبقى انا كده جبت A1 و2 بس. ادي بدايه النفق. طب نهايته النقطه اللي هي 5 و0 وسالب 6، 5 و0، همشي اكس ب5 سنتي، 5 سنتي اهو، اكس ب5 سنتي، وارسم خط تناظر راسي. ماشي، هقيس عليه الواي بكام؟ الواي بصفر. لما اقيس الواي بصفر تبقى فين B1 على محور الاكس؟ مفيش واي، مش هتحرك من مكان، الواي بصفر، يبقى جبت B1. طب والزد بسالب 6، الزد بالسالب تبقى لتحت، يبقى اقيس الزد سالب 6 اجيب البي 2. يبقى انا جبت كده، جبت الاي والبي، بدايه النفق ونهايته. اوصل مين طبعا؟ هوصل اي 1 ببي 1 وهوصل اي 2 ب 2. دول المسقطين بتوع النفق، يعني ده نفق واحد مش كده؟ ده المسقطين بتوع، المسقط بتاعه في الباي 1 والمسقط بتاعه في الباي 2. هتقولي بس الاثنين طالعين متقاطعين كده؟ اقول لك بس عشان الزد بتاع الاي بي بالسالب، الزد بالسالب، فطالع المسقطين طالعين تحت. طب حلو، النفق الثاني اللي اسمه سي دي، اللي هو بدايته سي ونهايته دي، همثل النقطه صفر وصفر وسالب واحد، هتمشي اكس بصفر، يبقى خط التناظر هو محور الزد. هتقيس الواي بصفر، يبقى سي واحد فين؟ عند الاوريجن. الزد بسالب واحد تبقى لتحت، همشي هنا سالب واحد لتحت اجيب سي 2. طب نقطة النهاية 5 و10 وسالب 1، هتمشي الاكس ب5، احنا قايسين 5 قبل كده ورسمنا خط التناظر اهو، هو نفس خط التناظر بتاع البي. هقيس عليه الواي بموجب 10، الواي موجب 10 لتحت اجيب دي 1. والزد بكام؟ بسالب 1، بسالب 1 تبقى لتحت، الزد بالسالب تبقى لتحت، جبنا دي 2. هنوصل مين طبعا؟ سي 1 بدي 1، وهوصل مين؟ سي 2 دي 2. ملحوظة، سي 2 دي 2 طالعة مالها؟ أفقية، سي 2 دي 2 بتوازي محور الإكس، إذن سي 1 دي 1 ده ترو لينس، صح؟ طبعًا، لما يبقى سي 1 سي 2 دي 2 بيوازي محور الإكس، بس هو هنا طالع تحت كده ليه؟ عشان بالسالب، عشان الزد بالسالب، زد سي بالسالب وزد دي بالسالب. فعشان المهم إن سي 2 دي 2 بتوازي محور الاكس، واحد تاني اتنين، يبقى سي واحد دي واحد ده ترو لينس، ده خط هوريزونتال. وهو الراجل قايل لي اصلا في بدايه المساله ان النفق التاني ماشي على عمق ثابت تحت الارض، يعني الزد بتاعته ثابت، يبقى الخط ده في وضع خاص، خط بيوازي باي واحد، فبيطلع مسقطه في الباي واحد اللي هو سي واحد دي واحد ده ايه؟ ترو لينس. طب كويس، يبقى الراجل اداني احد الخطين مسقطه ايه؟ ترو لينس. احنا خدنا مساله من اخر المحاضره اللي فاتت لما اديتك خطين متخالفين وقلت لك هات اقصر بعد ما بينهم. بيجيب اقصر بعد بين خطين متخالفين ازاي؟ قلنا على طول بحول خط فيهم لنقطه.
اقصر بعد بين خطين متخالفين بيجي ازاي؟ بحول خط فيهم لنقطة باستخدام الاسقاط المساعد. مين طبعا اسهل خط يتحول الى نقطة هنا؟ الخط AB ولا الخط CD؟ هتقولي CD. لا طبعا. ليه؟ لان هو في حالة خاصة، لان C1D1 اصلا ترو لينس، اعمل فيه ايه عشان يبقى نقطة؟ ارسم عمودي عليه على طول. لو انت اشتغلت على الخط AB، انت عندك A2 ب2 مايل و A1 ب1 مايل، يبقى خط في حالة عامة. كان لازم ده عشان تحوله لنقطة تعمل له ايه؟ ترسم له الاول X1 3B و Z، فيطلع A3 ب3 ترو لينس، فنرسم عمودي على A3 ب3 فيطلع A5 ب5 نقطة. مش كده ولا ايه؟ اه ده الكلام ده احنا خدناه وحفظناه صم. اي خط في حالة عامة برسم له موازي يطلع ترو لينس، عمودي على ترو لينس يتحول لنقطة. ده الاسقاط المساعد لخط. طب لما انا اديك C2 D2 اصلا بتوازي الاكس 1 2، يبقى C1 D1 ترو لينس، يبقى ارسم عمودي على ترو لينس يبقى نقطة على طول، يبقى هي خطوة واحدة بس مش خطوتين. فيبقى الاسهل اشتغل على الخط C1 D1 ده ترو لينس، اروح مده كده شوية، مده شوية، بس انا في المسألة دي همده شويتين. يعني انا المفروض في الطبيعي امده شوية كده وارسم X1 3 عمودي على طول جنب الدي واحد كده، لكن انا هنا في المسألة همده بعيد خالص كده على قد ما اقدر، واروح راسم عمودي عليه كده اسميه X1 3. ليه بقى بعته كده يا باشمهندس؟ قلت لي طب ما انا كده ممكن اجي اسقط النقط دي، اسقطها هنا تطلع بره الورقة. هقول لك لا، مش هي تطلع بره الورقة. ليه؟ حد يعرف يقول ليه؟ اصل الزدات بتاعت النقط C2 وD2 وA2 وB2 كلهم بالسالب، فلما اجي اقيسهم هنا انا مش هقيسهم الناحيه الثانيه. يعني لما مثلا تعالى نسقط النقطه D1 وC1 وD1 هتسقطهم ازاي؟ C1 وD1 قلنا هترسم من D1 عمود، ما العمود على الاكس موجود اهو، موجود اساسا. انا راسم، انا اصلا مادد ده وراسم X1 3 عمودي عليه، بقيس الزد بتاع D2 بكام؟ الزد بتاع D2 بسالب واحد. فلما اجي اقيس الزد هنا هل اقيسها الناحيه الثانيه؟ لا، هقيسها في نفس الناحيه بتاعه الدي واحد. يبقى دي ملحوظه بقى اول مره نشوفها في مساله اهو. لما كانت الدي 2 دي بتبقى فوق هنا كده، يعني الزد بتاعتها بالموجب، كنت باخد الزد بتاعه الدي 2 واروح اقيسها الناحيه الثانيه من الاكس. يعني لما بيبقى دي واحد ودي 2 في جهتين مختلفتين من الاكس 1 2، برضه دي واحد ودي 3 بيبقوا في جهتين مختلفتين من الاكس 1 3. يعني دي ناحيه، دي يبقى دي 2 دي 3 الناحيه الثانيه زي ما دي 2 بتبقى فوق. طب افرض ان دي واحد ودي 2 في نفس الجهه من اكس 1 2، برضه يبقى دي واحد ودي 3 هيبقوا في نفس الجهه من اكس 1 3. يبقى لما بتبقى الزد موجبه انا باخدها واقيسها الناحيه الثانيه زي ما شفت في كل المسائل اللي حليناها قبل كده، لكن لما تبقى الزد هنا بالسالب ما اخدش الزد دي اللي هي بسالب واحد. الزد بتاع دي بكام؟ اهو الزد بتاع السي والزد بتاع دي بسالب واحد. الزد دي لما اجي اقيسها مش هقيسها الناحيه الثانيه، لا ده انا هاخدها اقيسها لفوق هنا، فانا هقيس الزد اهي نفس الزد دي اللي هي 1 سنتي، رحت اقيسها 1 سنتي بس مش الناحيه الثانيه من الاكس، ده انا قيستها في نفس الجهه بتاعت الدي واحد، وتبقى دي مين؟ هي سي 3 وتساوي دي 3. اشمعنى؟ اصل السي نفس الحكايه، ما هو سي 1 ودي 1 لما ترسم منهم عواميد هو عمود واحد. الزد بتاع السي 2 هي نفس الزد بتاع الدي 2، فلما تيجي تقيسه منها هتقيسهم لفوق فتطلع سي 3 وتساوي دي 3. يبقى الخط سي دي تحول لنقطة ولا لا؟ تحول لنقطة وفي خطوة واحدة. تحول لنقطة وفي خطوة واحدة بس. إن أنا رسمت إكس 1 3 عمودي على الترو لينز، جيت أسقط أجيب سي 3 ودي 3 طلع نقطة. طب بالنسبة للخط أي بي أسقطه عادي، بس ده مش هيطلع بقى لا ترو لينز ولا أي حاجة، هو هيسقط معايا بس. يعني ايه اسقط ال A وال B؟ هتقولي هرسم عمود من A1، عمود من A1 على محور الاكس برضه X1 3، واقيس ايه من فوق؟ الزد بتاع ال A2 اللي هي كانت كام هنا؟ الزد بتاع ال A2 سالب 2 صح؟ سالب 2 سنتي. الزد دي بسالب 2، خدها بالبرجل من هنا سالب 2، تقيسها هنا الناحيه الثانيه من الاكس ولا فوق؟ لا فوق، تقيسها في نفس الناحيه بتاعت A1 زي ما A1 و A2 في نفس الناحية من الـ X1 2، برضو A1 و A3 هيبقوا في نفس الناحية من X1 3. يبقى هاخد الزد اللي هي سالب 2 واروح جاي قايس هنا سالب 2 سنتي بالبرجل، هاخد الحتة دي بالبرجل واروح جاي من عند الـ X حاططها الناحية دي جايب A3. طب بالنسبة للـ B هرسم من B1 عمود، من B1 اوعى ترسم العمود من B2،
انا برسم من بي واحد عمود على الاكس واحد تلاتة، واخد الزد بتاع البي اتنين. الزد بتاع البي اتنين اللي هي كام؟ الزد بتاع النقطة بي اللي هي سالب ستة. الحتة دي هتاخدها بالبرجل كده اللي هي سالب ستة، وتيجي هنا عند الاكس تقيسها الناحية التانية، ولا تقيس الزد بالسالب تبقى فوق؟ لا، الزد بالسالب هتبقى فوق هنا، يبقى هاخد الزد واحطها سالب ستة، هتطلع لي ايه؟ بي تلاتة. وصل بقى ايه 3 بي 3 اللي هو الخط الاحمر ده. تقول لي استنى استنى، ده المسقط كده بتاع الباي 3 طالع على المسقط بتاع الباي 1، ده بيقطع ده الخط ده، يعني ايه 3 بي 3 بتقطع مسقط الضلع مثلا سي 1 دي 1 بتاع المسقط في باي 1؟ هقول لك مالكش دعوه بيه خالص. ما هو انا كان ممكن اعمل ايه لو الورقه مكفيه اكتر من كده؟ كان ممكن امد الخط ده، امده كمان واخلي الاكس 1 3 ده بعيد شويه كمان، فكان الخط ده ملوش دعوه بسي واحد دي واحد، كان هيطلع بعيد عنه هنا كده، بس كان هيطلع بنفس الزاويه دي كده بس بعيد. انا بس عشان الورقه مش هتكفي اكتر من كده ان انا ابعد اكس واحد تلاته عشان اعرف بس اسقط عليه ايه واحد، واخد الزد واحطها هنا اجيب ايه تلاته، فعادي المسقط ده يقطع، ده ماليش دعوه بيه خالص، ماليش دعوه بالمسقط القديم خلاص اللي هو المسقط في باي واحد. انا اهم حاجه دلوقتي عندي السي تلاته دي تلاته اصبحت ايه؟ نقطه. والاي 3 بي 3 هو خط عادي، ما هوش ترو لينس وما هوش اي حاجه، بس دلوقتي الخطين المتخالفين ما بقوش خطين، ده بقوا خط ونقطه. فين البعد العمودي؟ اهو تعالى من النقطه دي ارسم عمود على هذا الخط اي 3 بي 3 وقيس طوله، هو ده الديستانس، دي اسمها الشورتست ديستانس، اقصر بعد بين الخطين المتخالفين. حولنا خط فيهم لنقطه، والخط التاني فضل الخط زي ما هو في الباي 3 عادي، اسقطت بقى من النقطة دي عمود على الخط ده ونقيس طوله، وهي دي النورمال ديستانس، البعد العمودي بين النفقين. طيب انا هقيس الديستانس دي طلعت كام؟ طلعت الديستانس ايا كان طولها بقى، قيسها انت، طلعت مثلا 2.7 ايا كان طولها. الديستانس دي انا هسميها دي، الدي طبعا دي بالايه؟ بالسنتي. عشان ترجع بقى تحولها لفوت هتضرب في ايه تاني؟ هتضرب في 10. يعني لو طلعت 2.7 سنتي لازم تضربها في ايه؟ في عكس مقياس الرسم بقى. ما هو انت كان البعد بالفوت بتقسمه على 10، انت بتضارب في 1 على 10، يبقى ترجع تضرب في 10 تاني عشان تطلع البعد بالقدم. فالبعد ده طلع مثلا 2.7 سنتي، تروح ضارب الدي في 10 يطلع لك بالايه؟ بالفوت، يطلع 27 فوت. خلاص؟ مثلا. يبقى انا بقول لك ان السنتر لاين للسنتر لاين بتاع النفق الثاني المسافه دي المفروض تبقى 27 قدم، اقصر بعد، اقصر بعد بينهم، يعني اقرب مكان هيكونوا فيه معديين من فوق بعض النفقين دول هتبقى 27 قدم. تشيل منها ايه؟ الكليرنس اللي هي ال 10 قدم، يبقى لك 17، 27 ناقص 10 بقى 17. ال 17 دول هما مجموع نصفي القطر، نص القطر اللي فوق ده اسميه ار 1 ونص القطر اللي تحت، لو هما زي بعض يبقى انت 27 هتشيل منها ال 10 الكليرنس يبقى 17، اقسمه على 2. مش كده ولا ايه؟ بس 17 على 2 تطلع كام؟ 8.5. يبقى انت الراديوس بتاع النفق ما يزيدش عن 8.5، 2 في 8 ب 16 ونص ونص يبقوا 17، خلصت الحدوته. يبقى النفق ما تقدرش تصمم نص قطر النفق اكتر من 8 قدم ونص، 8.5 فوت. تمام؟ اعمل بقى حساباتك واشتغل وروح بقى احفر وابدا احفر وهات الحفار بتاعك واشتغل زي ما انت عايز. انت ده دي اسمها مرحله الديزاين، التصميم. انت لازم يبقى عندك حسابات لكل خطوة بتعملها عشان ما تنزلش تحفر تحت الارض ويحصل لك مشاكل بقى لرب السماء بعد كده. ما ينفعش، مفيش حاجة بتتعمل كده، مفيش حاجة بتتعمل كده، لا لازم كل حاجة بالورقة والقلم. هو ده شغل المهندسين، وهو ده اهمية الكلام اللي احنا عاملين ندرسه لك. وانت بتقول هو الكلام ده بتدلنا ليه؟ انتوا عايزين تسقطونا وخلاص؟ يا عم احنا مش عايزين نسقطك ولا حاجة، احنا بنعلمك تكون مهندس. انت مش عايز تتعلم، انت حر، العلم هيفضل مهم والاسقاط هتفضل مهمة، انت مش عايز تعرفها انت حر. بس ما تجيش في يوم من الايام تقول ده انا مش عارف ليه، انا مش عارف اشتغل في السوق، الناس مش فاهمين قدراتي ليه.
لا انت مش عندك العلم اللي يشغلك اصلا معايا، فانت هتتعلم العلم ده هتعرف تشتغل في اي شركه، وفي اي شركه مقاولات، في شركه عثمان احمد عثمان اللي طول النهار يحمل الانفاق والكباري والحاجات دي، كل الحاجات دي معموله يعني بالشعر، بالحسابات، كل حاجه لها حسابات، والحسابات دي احنا بنعلمك تحسبها ازاي وانت طالب في الكليه، فانتهز الفرصه واتعلم، لان محدش هيعلمك بعد كده ببلاش. انت هنا المعلومه بتجيلك لحد عندك وانت مش عايز تاخدها، تقول يا عم انا عايز اعدي في الماده وخلاص، اعدي براحتك، اعدي غش، خد براشيم، خد المحاضره معاك وانت داخل الامتحان على الموبايل زي ما بتعمله، اعمل اللي انت عايزه، واحنا هنحارب الكلام ده ان انت ما تعملوش وان انت ما تنجحش في الماده غير لما تكون فاهم الماده العلميه. لا بفرض ان انت نفدت، هتنفد ازاي من الشغل بعد كده؟ انت في شغلك مفيش مفر، يا فاهم يا مش فاهم. مش هتقول للراجل معلش اصل انا كنت ناجح في الماده دي بالغش، فهروح اشوفها بتتعمل ازاي، شوف الناس اللي كانوا حالين، كانوا اللي انا غشيت منهم كانوا بيحلوها ازاي، واجي اقول لكم. هيقول لك مع السلامه معايا. فالكلام ده يا باشمهندسين في غايه الاهميه، لازم تكون مركز، خد العلم للعلم زي ما اتفقنا، للعلم مش عشان الامتحان، مش عشان اي حاجه خالص في الدنيا غير انك عايز تبقى مهندس شاطر. انا اكرر الكلام ده مره واتنين وتلاته لغايه ما يبقى تحطه حلقه في ودنك يعني. المهم، فانا دلوقتي النورمال ديستانس طلعت دي، بضربها طبعا في 10 عشان تبقى 10 قدم، يبقى الماكسيمم ده خلي بالك هو هنا في المساله مش عايز الراديوس، قال لك عايز الدايمتر، هو بيقول لك فايند ذا لارجست ايكوال دايمترز، يعني عايز الاقطار المتساوي، فالقطر هو 2 الراديوس. فانت دلوقتي بعد ما جبت الديستانس دي هتقول لي الماكسيمم دايمتر، القطر اكبر قطر للنفق هيبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي الديستانس اللي انا جبتها اللي هي اقصر بعد بين النفقين، المسافه دي كلها هضربها في 10 قدم، هضربها فين؟ خلي بالك الدي هي المسافه دي اللي هي المسافه بين السنتر لاين للسنتر لاين، اللي هي الحته الحمراء دي كلها اللي احنا جبناها دي هي المسافه من السنتر لاين للسنتر لاين، اللي عليها الحته السوداء دي بقى اللي عليها السهمين دول، دي الكليرنس اللي هي السماحيه. فانا الدي اللي هي المسافه الكبيره دي اللي احنا جبناها بس بالقدم هضرب في 10 عشان اطرح منها ال 10 الكليرنس خلاص، والباقي اقسمه على 2 يديني الراديوس. طب لو انت عايز الدايمتر اضرب في 2 تاني، يبقى ال 2 دي هتروح مع ال 2 دي معاه. يبقى لو انت دي قلنا 2.7 من 10 سنتي مثلا، تضرب في 10 بقت 27 قدم، ال 27 هتشيل منها ال 10 دول يبقى 17. ال 17 ده يمثل ايه؟ لو قسمته على 2 يديك الراديوس، طب لو هترجع تضرب في 2 يديك الايه؟ الدايمتر. يبقى الدايمتر هو ال 17 قدم القطر، الراديوس هيبقى 8.5 لكن الدايمتر تضرب في 2 تاني فهتطلع 17 قدم، يبقى القطر بتاع النفق ما يزيدش عن 17 قدم، لان لو زاد عن 17 قدم القطر ده الكليرنس دي هتقل، وبالتالي يبقى في خطوره على النفق اللي تحت لما المترو او العربيه او ايا كان اللي معدي في النفق اللي فوق. واضح الكلام ده يا شباب؟ ادي تطبيق من التطبيقات الهامه جدا في مادة الإسقاط. هل بقى لما تدخل سعادتك على المواد بتاع التخصص بعد كده هل لازم يقول لك حاجة زي دي تاني؟ هل هيقعد يشرح لك الكلام ده تاني؟ يقول لك لا انت خدته، انت درست الكلام ده قبل كده، انا مش هقعد اقول لك ازاي تجيب لي اقصر بعد من خطين، احنا بنعلمها لك هنا بالإسقاط، وهتتعلمها كمان في حاجة اسمها الهندسة التحليلية رياضة، ممكن تجيب لي معادلة الخط AB ومعادلة الخط CD، خط عليه نقطتين، هنعلمك تجيب معادلة خط باستخدام نقطتين عليه ومعادلة الخط التاني سي دي، واقدر بالرياضيات احسب لك الشورتست ديستانس اقصر بعد، تمسك انت اقصر بعد ده وتشيل منه الكليرنس والباقي تقسمه على 2 يديك الراديوس، او تضربه في 2 تاني عشان الدايمتر يعني. واضح الكلام ده؟ يبقى انت تاخده الكلام ده تعمله ازاي بالرسم بالسكيل، وممكن ازاي تعمله رياضيا كمان، هنعلمك الكلام ده في الرياضيات. طب حلو، تعالى مسألة رقم 10. أنا كلمتك المرة اللي فاتت على المسائل اللي في النص من 1 لـ4 ومن 6 لـ9، كل دي مسائل تطبيقات بسيطة كده خلاص. احنا هنا بقى بنقي لك المسائل الكبيرة اللي هي الابلكيشنز الكبيرة، هناخد المسألة 10 دي وكفاية المحاضرة دي، وبعد كده نبقى نكمل في
محاضرة تانية آخر 3 مسائل بقى اللي هم تقريبا 15 و16 و17. بيقول لي ان ايربلين، طائرة. دي مسألة بقى في هندسة الطيران. يبقى احنا خدنا ابليكيشن في الهندسة المدنية، وادي ابليكيشن في هندسة الطيران. بيقول لي ان ايربلين، طائرة، which is coming into land. على فكرة المسألة دي كانت مسألة امتحان اخر السنة بتاعت الفرقة الاعدادية اللي كنت انا فيها وانا طالب في اعدادي هندسة. كان الاستاذ الدكتور محمد عفوت، الله يمسيه بالخير ويديله الصحة بقى، كان جاب لنا المسألة دي في امتحان اخر السنة. احنا لسه مدينكو المحاضرة اللي فاتت مسألة فيها الديهيدرال انجل، مش كده؟ هي الزاوية الزوجية بين مثلثين اي بي سي واي بي دي، وبقول لك هات الزاوية ما بينهم. واتفقنا ان الزاوية الزوجية بين مثلثين بتيجي بانك تحول خط التقاطع الى نقطة، حول خط التقاطع لنقطة تلاقي المثلثين بقوا 7 بالعربي، تقيس الزاوية ما بينهم، مش كده؟ كل ما من درس الاسقاط المساعد عارف الحكاية دي. الزاوية الزوجية بين مستويين او بين مثلثين بتمسك خط تقاطع المثلثين وتحوله لنقطة باستخدام الاسقاط المساعد. راح الراجل جايب لنا المسألة بالمنظر ده كده. ما كناش شفناها قبل كده ولا كانت موجودة في الشيت بقى ولا كلام من ده خالص، كان أول مرة نشوفها في حياتنا. وقعدنا نقرأ لقينا الكلام يعني إيه، اللغة حتى بتاعته صعبة شوية علينا في طلبة وإحنا في إعدادي، ولسه الإنجليزي بتاعنا كان بعافية شوية يعني، خصوصا الإنجليزي العلمي ده يعني، حتى اللي فينا فاهم شوية إنجليزي، الإنجليزي ده برضو كان صعب شوية بالنسبة لنا. لأن الراجل بيقول لي an airplane، طائرة، which is coming into land. coming into land يعني بتهبط. is crabbing، احنا ما نعرفش يعني ايه crabbing. هي crabbing دي حاجة في الطيران معناها ان هي الطيارة دي بتعمل حاجة يعني، بس احنا مش عارفين ايه هي. to compensate، compensate يعني يعوض، compensate يعني يعوض، حتى لو مش عارف يعوض مش مهم. هي الطيارة دي بتعمل حاجة for a crosswind. crosswind يعني wind يعني رياح. في طيارة ماشية يبقى أكيد في رياح جاية عليها، وكلمة كروس ويند يعني رياح عارضة أو رياح عرضية يعني جاية عليها بزاوية. The axis of fuselage، احنا ما نعرفش fuselage يعني ايه أصلا. is the line AP. فبصينا على الرسمة هنا، الرسمة دي موجودة given في ورقة الامتحان. فالـ AP بيقول لي الـ axis يعني محور of fuselage is the line AB. فالخط AB ده محور ايه ده؟ ده المحور بتاع الديل بتاع الطيارة او الجسم الطيارة نفسه يعني. الجسم بتاع الطيارة ده المحور بتاعه، يبقى الفيوزلاج ده هو جسم الطيارة، البودي بتاع الطيارة من ورا. فده بيسموه الفيوزلاج اللي هو البودي بتاع الطيارة. المحور بتاعها هو الخط AB. تمام. The point C، النقطة اللي اسمها سي دي على الرسمة اهي، on the vertical stabilizer. vertical يعني رأسي، stabilizer اللي هو جهاز الاتزان، طبعا stable يعني مستقر، هنشبع من كلمة stable دي في الميكانيكا بالذات، في الستاتيكس. فكلمة stable يعني مستقر، stabilizer اللي هو جهاز الاتزان. فالنقطة سي بيقول لك النقطة دي واقعة على ال vertical stabilizer، هو جهاز الاتزان بتاع الطيارة اللي هو الديل، اللي هو الجزء بتاع الديل الثابت ده، الحتة انتوا عارفين الطيارة اللي موجودة عند مبنى علوم أساسية، دي اللي محطوطة مبنى علوم أساسية، ممكن تنزل سعادتك في أي وقت، روح بص كده على الجسم بتاع الطيارة وعلى الديل بتاع الطيارة، هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده كده موجود قدامك بالظبط. في الجزء الخلفي بتاع الطيارة، وفي جزء ثابت في الطيارة كده متثبت في جسم الطيارة بيسموه الاستابيلايزر أو جهاز الاتزان بتاع الطيارة. فالنقطة سي وقع على الفيرتيكال استابيلايزر اللي هو الحتة دي كده، الجزء الثابت من الديل. هتلاقي الديل بتاع الطيارة ده بقى هناك برضو في الطيارة اللي قدام مبنى علوم أساسية شابك فيها مستطيل كده، مستطيل. المستطيل ده بقى بيلف يمين وشمال، في مفصلات هنا عند الخط اللي بيمر بالنقطة سي ده، في هنا مفصلات بحيث ان المستطيل ده تقدر تلفه يمين وشمال، ده بيسموه الزعنفة بتاع الديل، الزعانف، زي الزعنفة بتاع السمكة كده، هو بيلفها بقى الطيار، بيلف الزعنفة دي يمين وشمال. ليه؟ هقول لك كمان شوية.
بس الراجل هنا بيقول لي النقطة سي in the vertical stabilizer the points النقط P و C و D are on the plane of the rudder. P النقطة B دي و C و D بيكونوا مستوى طبعا ثلاث نقط P و C. طبعا P و C واضح ان هم على استقامة واحدة يعني ده خط مستقيم و C و D على المستطيل ده مش كده؟ ف P C هو الخط ده اصلا اللي هو الخط بتاع المحور اللي هو الخط الفاصل بين الاستابيلايزر وبين الزعنفه دي والنقطه دي على الزعنفه فبيقول لك الثلاث نقط بي وسي ودي واقعين في مستوى الزعنفه بتاع الرودر دي يعني الزعنفه بتاع الديل اف فور افري ميل بير اور لو لكل ميل بير اور يعني كل ميل في الساعه الميل هو وحده قياس المسافات في البحريه الميل البحري بيقول لك for every mile per hour لكل ميل في الساعة of wind velocity من سرعة الرياح you should have لازم يكون عندك نص degree of angle نص درجة من الزاوية between the rudder الرودر اللي هي الزعنفة اللي هو المثلث PCD PCD أو المستوى PCD and the plane ABC ABC خلي بالك المستوى الخط AB مع BC يكونوا المستوى بتاع الايه بتاع الاستابيلايزر اللي هو جهاز الاتزان معايا يبقى بيقول لك لكل واحد ميل في الساعة من سرعة الرياح لازم يكون عندك نص درجة بالزاوية في او للزاوية بين الرودر اللي هي الزعنفة وبين المستوى اللي اسمه APC then ايه المطلوب بقى what is the velocity ما هي سرعة الرياح of the wind الله دي مسألة اسقاط ولا مسألة فيزياء دي ولا ايه بالظبط لا هي مسألة اسقاط عادية خالص بالراجل مطلوب فيها بيقول لك اوجد سرعة الرياح under the conditions shown below تحت الظروف اللي موجودة تحت وراح رسم لك الرسمة دي كده يقصد ايه بقى يقصد ايه ايه تفسير المسألة هو الراجل بيقول لك التلات نقط بي وسي ودي واعين في المستوى بتاع الزعنفة بتاع الديل والتلات نقط A وبي وسي دول بيكونوا مستوى الاستابيلايزر اللي هو جهاز الاتزان ده الزاوية بينهم لازم تبقى نص درجة لكل واحد ميل في الساعة من سرعة الرياح احسب سرعة الرياح لما تبقى الزاوية بينهم هي الموجودة هنا يبقى هو ايه المطلوب في الاخر في المسألة الزاوية الزوجية بين مثلثين او بين مستويين يعني بين المستوى بتاع الزعنفة والمستوى بتاع الرودر بتاع الاستابيلايزر الزعنفة اللي هي الرودر والاستابيلايزر اللي هو جهاز الاتزان اللي هو ABC يبقى انت مطلوب في الاخر ايجاد زاوية بين مثلثين او مستويين بين مستويين ABC و PCD ABC و PCD بس فالراجل بيقول لي احنا نجيب الزاوية دي ازاي الاول على طول شوف انا رسمت ايه رسمت اكس 2 4 بيوازي الضلع PC هو ضلع PC ده هو خط التقاطع طبعا المثلث اسمه ABC ABC المثلث التاني اسمه ايه BCD BCD فين النقطتين المشتركتين BC الضلع BC فانا عشان اجيب الزاوية بين المثلثين ABC و BCD لازم اجي اما على C1B1 ارسم له X1 3 يوازيه او على B2C2 ارسم له X2 4 بيوازيه مش اي خط انا بشتغل على خط تقاطع المستويين اللي هو الضلع PC الضلع PC اللي هو المحور اللي بين المستويين محور اللي بين الزعنفة وبين الاستابيلايزر فانا هاجي على الضلع P2C2 ده ارسم له X2 4 بيوازيه وبعدين فيطلع ترو لينس ارسم عمودي على ترو لينس يطلع نقطة يبقى انا بحول خط تقاطع المثلثين الى نقطة باستخدام الاسقاط المساعد كلام احنا حفظناه في النظري فباجي على B2C2 ارسم له خط بيوازيه كده واكتب عليه X2 4 اسقط بقى كل حاجة طبعا هتسقط البي والسي الاول اهو اسقط عمود من بي وعمود من سي
وكمان عمود من دي وعمود من ايه؟ من اتنين طبعا، اتنين باتنين، ستنين دي اتنين، ترسم عواميد على الاكس اتنين اربعة، وتاخد ايه من تحت؟ الوايات، الواي، هتاخد الواي بتاعت الاي واحد تحطها هنا الواي، يبقى انت جبت ايه اربعة، والواي الواي بتاع البي واحد تحطها هنا تجيب بي اربعة، والواي بتاعت الدي واحد تحطها هنا تجيب دي اربعة، والواي بتاعت السي واحد تحطها هنا تجيب سي اربعة. وصل لي بقى الضلع بي سي والضلع بي اي دي، وصل المثلثين عموما، وصل المثلثين اللي هم اي بي سي وبي سي دي. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. هتقول لي ما المثلثين هنا هم المثلثين هنا، بس الفرق دلوقتي ان بي 4 سي 4 ده اصبح ترو لينس، ما طالما رسمت اكس 2 4 بيوازي بي 2 سي 2 يبقى بي 4 سي 4 ده يبقى ايه؟ يبقى ترو لينس. نعمل ايه في الترو لينس ده عشان نحوله لنقطه؟ نرسم اكس اكس 4 6 عمودي عليه. فهضطر اعمل ايه في اكس في سي 2 سي 4 بي 4؟ امد شويه. ليه سعادتك؟ عشان لما ارسم عمود عليه اوعى تخليه يقطع المثلثين، خليه بعيد، خلي اكس 4 6 ده بعيد عن المثلثات عشان تعرف تسقط الاربع نقط دول A و B و C و D، تعرف تعمل لهم اسقاط مساعد. خلاص يبقى همد الترو لينس ده شويه كده واروح راسم اكس 4 6 عمود عليه. تعال نسقط بقى النقط B و C و D و A، هتعمل عواميد عمود من A 4. طب انت هنا في عمود اهو من بي 4 وسي 4 مرسوم اصلا، مش كده؟ هتقيس عليه ايه هنا؟ لما برسم عمود من بي 4 واي 4 ودي 4 انا بروح مخبي عليهم، قلنا بصوابعي كده، واخد ابعاد النقط اللي قبلها اللي هي بعد البي 2 والسي 2. فانا لما ارسم عمود من بي 4 ومن سي 4 هو عمود واحد، واخد بعد ايه هنا؟ بعد البي 2 عن الاكس 2 4 اللي هو نفسه بعد السي 2 عن الاكس 2 4، واجي اروح قايسه هنا، يبقى جبت نقطه واحده هسميها بي 6 وتساوي سي 6. يبقى النقطتين بي وسي اصبح مسقطهم نقطه، نفس النقطه. يبقى انا حولت خط التقاطع اللي كان في حاله عامه رسمت له موازي اصبح ترو لينز، رسمت عمود على الترو لينز اتحول بي 6 سي 6 الى ايه؟ الى نقطه. ده الاسقاط المساعد للخط اللي احنا خدناه. طب والنقطتين A ودي هسقطهم عادي، هرسم عمود من A 4 على X 4 6 طبعا، وعمود من دي 4، وقيس ايه؟ بعد ال D 2، بعد ال D 2 عن ال X 2 4، واجي اقيسه هنا، يبقى جبت دي 6، وبعد ال A 2 عن ال X 2 4 الحته دي، واروح جاي اقيسها هنا، يبقى جبت A 6. تعالى بقى وصل المثلثين كده A B C، ال B C بقت نقطة، فلما تتوصل بال A بقى قطعة مستقيم. البي سي بقت نقطة، لما تتوصل بالدي بقت قطعة مستقيمة، يبقى المستويين دول ما بقوش مستويين، أو المثلثين ما بقوش مثلثين، ده بقى قطعة مستقيمة. وقطعة مستقيمة الزاوية دي هي الزاوية الزوجية، هي الديهيدرال أنجل اللي اسمها سيتا. معايا يا باشمهندسين؟ الزاوية دي هي الديهيدرال أنجل اللي احنا بنسميها سيتا. بس في ملحوظة مهمة جدا، لو انا الزاويه سيتا دي، لو انا بقول لك هات لي الزاويه بين مثلثين، الديهيدرال انجل بتوين ذا تو تريانجلز، المثلثين اي بي سي وبي سي دي هي الزاويه سيتا دي ايا كانت بقى. لو طلعت حاده كان بها، يعني طلعت اقل من 90 اكيوت انجل اللي هي الزاويه الاقل من 90 زي ما بنسميها زاويه حاده، طلعت 40 42 65 5 78، المهم ان هي اقل من 90 درجه ماشي. طب طلعت 120 يعني زاويه اوبتيوس بقى اللي هي المنفرجه، 120 122 145 تطلع زي ما تطلع. لو انا بقول لك هات لي الزاويه بين المثلث اي بي سي والمثلث بي سي دي، تاخد الزاويه سيتا دي زي ما تطلع سواء حاده او منفرجه. لكن لو قلت لك هات لي الزاوية بين المستويين، لو قلت لك الديهيدرال انجل بتوين ذا تو بلينز بين المستوى اي بي سي والمستوى دي بي سي، يبقى تاخد الزاوية دي لو هي حادة، يبقى الزاوية دي هي الزاوية الزوجية بين المستويين لو سيتا اقل من 90، يعني لو هي 60 درجة 62 42 هتقول لي يبقى الزاوية الزوجية طلعت 42 بين المستويين. طيب لو كانت الزاوية سيتا دي زاوية منفرجة بقى 120 درجة، لا تطرحها من 180. لو كانت الزاوية سيتا دي أكبر من 90، يبقى الديهيدرال أنجل بتوين ذا تو بلينز
اي بي سي اند دي بي سي بتساوي كام بقى؟ 180 ناقص ثيتا. ليه يا باشمهندس؟ لان لو بتكلم عن ده كمستوى، لو الخط ده مستوى انا اقدر اكمله من الناحيه دي الى ما لا نهايه ومن الناحيه دي الى ما لا نهايه، صح؟ يعني الخط ده ممكن يمتد بقى من ناحيتين. لو بتكلم على مثلث اي بي سي ما ينفعش يتمد عن كده، هو ادي اي وادي بي سي، ما تقدرش تمده لا من الناحيه دي ولا من الناحيه الثانيه، والبي سي دي ما تقدرش تمده لان من ناحيه دي ومن ناحيه، فانت تاخد الزاويه زي ما هي، تطلع حاده تطلع منفرجه مالكش دعوه. لكن لو بتكلم عن مستويين يا باشمهندس، يبقى دايما بتاخد الزاويه الحاده اللي بين المستويين، لان اي خط لو مستويين في الدنيا، اي مستويين متقاطعين لو مددت على استقامته كده ومددت على استقامته كده، هتلاقي في بينهم زاويه حاده والمكمله بتاعتها، يعني زاويه سيتا و180 ناقص سيتا. فاحنا بنقول لك الزاويه بين المستويين هي الزاويه الحاده الصغيره. تمام كده؟ طب افرض انت جيت تقيس الزاويه بين المثلثين دول، طلعت الزاويه دي 120، طب يبقى الزاويه بين المستويين اي بي سي وبي زي بي سي دي تطرحها من 180، تبقى 180 ناقص السيتا. المهم في الزاويه بين المستويين لازم تطلع حاده، لازم تاخد الزاويه الحاده. هو بيبقى في زاويه حاده وزاويه منفرجه، تاخد الحاده على طول. معايا؟ طلعت دي منفرجه اطرحها من 180، يعني اكنك بتكمل الخط ده على استقامته وتاخد بقيه الزاويه، الباقي 180 ناقص سيتا. واضحه؟ تمام. فدلوقتي الزاويه دي كده لو طالعه 120 هتطرحها تبقى 60، يبقى الزاويه تقول لي الزاويه بين مستويين اي بي سي وبي سي دي هي 60 درجه مش 120 درجه، عشان تعمل بيها حساباتك بقى. هتقول لي ايه بقى؟ هو الراجل بيقول في المساله ان فور افري ميل بالاور، يعني لكل واحد ميل في الساعه من سرعه الرياح لازم يكون عندك ايه؟ نص درجه. يبقى واحد ميل في الساعه من سرعه الرياح لازم يكون عندك نص ديجري، نص درجة. طيب انت عايز تحسب سرعة الرياح المقابلة للزاوية اللي انت طلعتها، انت طلعت الزاوية دي مثلا مثلا اي حاجة 24 درجة، الزاوية دي مثلا طلعت 24 درجة، يبقى تقول لي الواحد ميل بيراوزر نص درجة. طب يبقى سرعة قد ايه تناظر الديهيدرال انجل اللي انت جبتها من هنا اللي هي الزاوية الحادة 24 درجة؟ فهتقول لي يبقى هضرب 24 في 1 على نص، يبقى الاكس هتساوي ايه؟ اللي هي سرعة الرياح هتساوي الديهيدرال انجل اللي انت هتطلعها مضروبة في 1 ومقسومة على نص. اكنك بتعمل مقص، يعني ده في ده بيساوي ده في ده، يعني اكس في نص بيساوي الديهيدرال انجل في 1، فتروح قاسم على نص، فيبقى ممكن تقول يبقى الاكس عبارة عن دي في دي على دي، الديهيدرال انجل في 1 على نص، مش كده ولا ايه؟ فيطلع لك رقم، يعني لو دي 24 في 1 يبقى 24 على نص يعني في 2، تطلع 48 ميل في الساعه. يبقى لو الزاويه 24 درجه، الزاويه دي طلعت 24 درجه بين ده وده، يبقى سرعه الرياح تطلع 48 ميل في الساعه. الحكايه دي مهمه، مهمه ان انا اقدر اقيس الزاويه بين الزعنفه وبين الجزء الثابت بتاع الديل بتاع الطياره. اقول لك طبعا. ايه اهميه الموضوع ده يا شباب؟ اقول لسعادتك هي الطياره وهي ماشيه في فوق في الجو بتبقى ماشيه مثلا بسرعه 300 كيلو متر في الساعه، في رياح بتبقى جايه على جسم الطياره، مش كده؟ جايه بزاويه، ما بتبقاش ماشيه في نفس اتجاه الرياح، في نفس الاتجاه اللي ماشيه فيه الطياره، بتبقى جايه بزاويه على جسم الطياره، فبتعمل عزوم، عزم دوران على جسم الطيارة، بتبقى عايزة تزق بوز الطيارة كده بحيث ان الطيارة تمشي في اتجاه الرياح، مش كده؟ فالراجل بيعمل ايه بالزعنفة؟ الطيار بقى بيعمل ايه بالزعنفة بتاع الديلي؟ بيلفها يمين وشمال لغاية ما يخلي الهواء يخبط فيها زي الشراع بتاع المركب كده، الهواء بيخبط في الزعنفة دي زي الشراع بتاع المركب كده، يقوم يعمل عزم، عزم دوران برضه، بحيث ان يطلع سمشن العزوم على جسم الطيارة يطلع بصفر، فتفضل الطيارة ماشية في الاتجاه اللي الراجل عايزه، لا تحود يمين ولا تحود شمال. يعني الحكاية دي مهمة، يا نهار ابيض ده في غاية الاهمية. طب افرض الراجل الطيار غير اتجاهه، يعني لف يمين شوية، عدل بوز الطيارة كده باستخدام المحركات بتاعته اللي هي بتثبتها في الجناحة، راح مغير الاتجاه بتاعه حود يمين شويه، يبقى سرعه الرياح اللي جايه على جسم الطياره زاويتها اتغيرت،
وبالتالي العزوم اللي بتأثر بيها على جسم الطيارة اتغيرت. هو عنده حساسات سنسورز بتقيس سرعة الرياح وزاويتها، واحنا الناس بتوع الميكانيكا بقى بيروح حاسبين له العزوم، العزوم على جسم الطيارة تطلع بكام، وبالتالي عشان يطلع سميشن العزوم بصفر على جسم الطيارة يروح هو مغير الزاوية بتاع الزعنفة تاني عشان تدي عزم معاكس، فيطلع سميشن العزوم بصفر، فتفضل الطيارة ماشية في اتجاه اللي هو عايزه، اللي هو حود ليه او غير بوز الطيارة لاتجاهه، يقوم يمشي في اتجاه اللي هو عايزه ولا يتأثر بالعزوم اللي الهواء بيسببها على جسم الطيارة. معايا؟ الحكاية دي بتتعمل اوتوماتيك بقى، بيدخل فيها بقى شغل الكنترول، كنترول سيستم، ناس بتاع كهرباء، يبدأ يعمل لي دايرة كنترول سنسورز، حساسات تقيس سرعة الرياح، يتحسم العزوم، العزوم دي بنحسب احنا بقى الناس بتوع الاسقاط الزاوية لازم تكون قد ايه المناظرة للعزوم اللي انت عايزها، وعشان تطلع سميشن العزوم بصفر يبقى انت لازم تخلي الزاوية مثلا 24 درجة، يقوم تلاقي الزعنفة دي بتتحرك اوتوماتيك، يعني الراجل يغير بوز الطيارة اتجاهها، يقوم الرودر دي اوتوماتيك تتحسب الحسبة عن طريق الكمبيوتر اللي موجود في الطيارة، ويروح مغير اتجاه الطيارة، اتجاه الزعنفة دي، تلاقيها بتلف بقى شمال ويمين اوتوماتيكالي على طول من غير ما الراجل يتدخل، ومش هيقعد يحسب ويمسك آلة حاسبة ويشوف الزاوية هتبقى كام ويبدأ يلف، لا ده هي بيتم التحكم فيها آليا وتبدأ تتحرك شمال ويمين عشان تلاشي العزوم على جسم الطيارة، فجسم الطيارة ما يتأثرش بزاوية الرياح ولا سرعتها اللي موجودة على جسم الطيارة. فده من التطبيقات المهمة جدا. احنا ليه بنحط لك تطبيقات زي دي في المنهج؟ عشان تحاول تعرف أهمية المادة. هل الكلام ده ممكن يلزمك؟ اه ممكن يلزمك جدا في حياتك العملية. وشكرا، هنكمل بقى المحاضرة الجاية بإذن الله.